بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام وعشاق ومحب الساحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النذلالي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من جديد. نلتقي سويا من هنا من الدورة الرمضانية، ملعب مدينة الانتاج الإعلامي، لقاء من العيار الثقيل في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة الدورة الرمضانية الخامسة لمدينة الانتاج الإعلامي تحت رعاية الأستاذ أسامة هيكل. لقاء يجمع ما بين قناة النذلالي وقناة النهار على يد اليمين، قناة النهار على يد الشمال قناة النادي الأهلي. نبدأ بتشكيل قناة النذلالي في هذا اللقاء. أحمد دبل في حراسة المرمى، قدامه عسلية ومودي ونعيم، حسام جمعة ومودي واللاعب عيد، بينما تشكيل قناة النهار حراسة المرمى محمد عبد الحليم حليمه، قدامه سيكا رقم 14، محمد عصام 10، محمد شحاتة 7، عمر فتحي، ودي أول تصويبة وأول تسديدة، ولكن تصدم من اللاعب أحمد دبل، تصويبة صاحب القميص رقم 14 اللاعب أحمد عادل سيكا. مرة تانية نعيم، لقاء يديره تحكيميا طاقم تحكيم بقيادة محمد كامل ومحمد عبد المنعم، محمد عبد العزيز ومحمد كامل حكمي هذا اللقاء. زي ما قلت لحضراتكم هو دور الثمانية، هنشوف اللقاء هيسفر عن ايه. عيد العودة من جديد لقيادة فريق قناة النذلالي، اخر تتويج لقناة النذلالي كان النسخة الثالثة، وكان عيد هو بيقود احلام وطموحات فريق قناة النذلالي. النهاردة موجود الاستاذ ايهاب السيد من ادارة اتش ار قناة النذلالي، اشرف بدوي مدير الاداري، هاني توفيق مدير شؤون اللاعبين، وشادي عبد السلام ركله ركنيه صاحب القميص رقم 11 محمد عبد المنعم. منعم التمريره لكن مخطوفه من صاحب القميص رقم 20 عمر فتحي، ولكن لخارج الملعب. نعيم المهاره موجوده، نعيم التمريره في العمق ولكن مقطوعه، تمركز جيد، ترجع مره ثانيه لحليم. حليم يبدا ويحضر لسيكا، التراجع، اللعيبه كلها بتنزل تحت الكوره من جانب لاعبي النذلالي. شوف الفريتين النهارده زي ما قلت لحضراتكم، الضغط يولد الخطا، ده اللي عايز يعمله النذلالي، يضغط على فريق قناه النهار من بدري في نص ملعبه. ده كروري واقف في المنطقه الفنيه النهارده في منصب المدير الفني كلاعب وكمدير فني. عبد المنعم، منعم يرجع ويسلم لعبد المنعم، يشيلها جميلة لكن مودي، يرجع مودي ولكن اللي خارج الملعب رامية التباس. محمد عبد المنعم قميص رقم 11 لسيكا، سيكا هيصوب، سيكا عدى مر فات ولكن قافل عليه نعيم خارج الملعب بعدية لركلة المرمى لقناة النادي الأهلي. يلعب مرة تانية نعيم لمودي، مودي عدى يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن التصدي الرائع من الحارس حليمه. أول وأخطر كرة لقناة النذلالي من اللاعب مودي، ولكن التصدي الرائع من اللاعب حليمه. ركلة ركنية من الجانب الأيسر اتلعبت، يمسك حليم. لقاء على الورق متكافئ، لقاء كل فريق بيملك العناصر اللي تقدر ترجح كفته في هذا اللقاء. أحمد دبل لنعيم، نعيم يشيلها طويلة، اتسند، تحط يا راجل، جول 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 ولا ايه؟ عليه لا والله لا والله لخارج الملعب. سيكا قفلت علينا زاوية الرؤية، ولقيت اللاعب بيسلم على اللاعب، خلاص هدف، ولكن فرصة مهدرة من قناة النذلالي. مرة تانية يبدأ منعم يسلم لسيكا، يحضر لسيكا مرة تانية التحضير. سيكا آخر لاعب في فريق قناة النهار، اللاعب اللي بيعمل عملية التسليم والتسلم. يرجع مرة تانية الحليم لسيكا، الهدوء، التمرير، ده اللي بيحاول الطريق اللي بيحاول يوصل من خلاله قناة النهار. منعم يلعبها مقطوعة، ضغط مزدوج، ركلة حرة لقناة النهار، ركلة حرة
وصفيره محمد عبد العزيز. هيلعب فتحي. فتحي وركله حره لقناه النهار يبحث عن اشراق وضوء النهار. يلعبها التمريره يا ولد يا ولد يا دبل. حلوه الجمله الجميله اللي اتلعبت من قناه النهار، لكن دبل دايما بالمرصاد. يرجع مره تانية سيكا يسلم لحليم. حليم يلعبها الطويله الطوله الاماميه. مره تانية نعيم يرد. محمد عبد المنعم. مودي استلم. مودي المهاره موجوده. اللاعب بعيد عيد عيد بيفكر كتير، لكن واحد من المواهب الموجوده في قناه النادي الاهلي. اللاعب عيد المهاره واللاعب اللي عنده الحلول المهاريه القسطى والمعلم بتاع قناه النادي الاهلي. محمد عبد المنعم يرجع لسيكا. تبادل المراكز ما بين سيكا وعبد المنعم. منعم لمنعم. عبد المنعم يلعبها مع منعم، لكن يلم اللاعب عيد. ادي القسطى ادي المعلم. عيد يلعبها الطويله الكره الطويله، لكن عمق الملعب. عبد المنعم تمريره مع منعم. حلو التناغم، حلو الانسجام، حلو التحضير وحضا على كورته. عيد وياخد منها ركله المرمى. يلعبها مره ثانيه عند عيد، لكن مقطوعه. محمد عبد المنعم التمريره المنعم. من منعم لعبد المنعم للتحضير، لكن يا ولد مره تانية دبل عدت مره فاتت خارج الملعب. وركله ركنيه لقناه النهار. ركله ركنيه. حكم اللقاء محمد كامل بيتكلم معاه لاعبي قناه النادي الاهلي. هيلعب الركنيه. اتلعبت اتعلقت. الدبل يطلع بالبوكس. محمد عبد المنعم خش رجاله. لعبت لعيد. عيد عيد مش مبكر يا عيد. القائم الايمن يتعاطف مع النهار، وفرصه هدف محقق ضائع من قناه النادي الاهلي. اللاعب عيد يلعبها والقائم الايمن يتعاطف. اتلعبت اتعلقت مره تانيه عند عيد. الصوب الوضع التشريحي للتصويب والجسم مش مظبوط. خارج الملعب. ركله المرمى قبل هذا اللقاء. مباشره استطاع فريق القاهره والناس انه يفوز على الهندسي بهدفين مقابل لا شيء. هدفي محمد ياسر زحله واسامه سيكا. هيلعب مره تانيه. حليم حليم الضغط اللي بيعمله الاهلي. مودي خارج الملعب. رميه التماس او ركله التماس، المعنى الصحيح ركله التماس. فتحي ادي التغيير وتبديل لرميه التماس. لازم يا جماعه الكره لعب حط الكره على خط التماس. هيلعب عيد. عيد يلعبها مع مودي، لكن خارج الملعب. رميه التماس مره ثانيه. يا ولد يا حسام يا جمعة السلام يا جمعة. عدى عدى جمعة التمريرة، لكن سهل الحليم. ارجع رجاله مرة تانية. السلام على الفدية يا عسلية. مفيش أحلى ولا أجمل من كده يا عسلية. منعم لفتحي. فتحي يرجع مرة تانية لمنعم. منعم لعيبة النادي الأهلي كلها تحت الكورة، وده أمر مهم جدا. يبدأ التحضير مرة تانية. قناة النار حاول يبدأ ويحضر. حليم حليم يرجع ويلعب لمنعم. منعم لمحمد عبد المنعم مرة تانية مع حليم. سيكا سيكا يرجع مرة تانية. عبد المنعم عبد المنعم يلعبها، لكن يرد عسلية. سهل عند حليم يمسك كورته. حليم حتى الآن حارس مرمى النادي الأهلي باستثناء كورة واحدة لم يختبر دبل. وادي تصويبة بدون عنوان خارج الملعب مبدئية لركلة المرمى. هيبدأ أحمد دبل يلعبها طويلة.
لكن مقطوعة مرة تانية. نعيم يبدأ ويحضر مع حسام جمعة، جمعة لنعيم، الربط احتاج يقرب شوية لعيب النادي الأهلي، لعيب قناة النادي الأهلي من بعض شوية. يبدأ مرة تانية حليم على من الهدوء والتركيز من جانب لاعبي فريق قناة النهار في عملية التحضير والبناء، وادي مرة تانية عايز يلف ويعدي فتحي، لكن التغطية والضغط من مودي، مودي التمريرة لكن قطع محمد عبد المنعم، منعم مرة تانية مقطوعة، نعيم، نعيم القرار، البطء في القرار وبالتالي اتقطعت. حسام جمعة لم، حسام جمعة ارجع لنعيم بكعب القدم بدون عنوان يا نعيم، لعب على الصوت، تصويبه من منعم بدون عنوان خارج الملعب مع عبدية لركلة المرمى. تبديل، نزل شحاتة صاحب القميص رقم 7 بديلا لمنعم، لعبتها طويلة مرة تانية سهلة لأحمد دوبل، يلعب جمعة لمودي، حسام جمعة يحضر العسلية، عسلية يلعب لمودي مقطوعة لكن ياخدها مرة تانية، نعيم، نعيم يلعبها في العمق، عدت مرت طويلة، عدت مرت ولكن ياخد منها ركلة المرمى قناة النهار. لازال التعادل السلبي هو عنوان اللقاء حتى الآن. قناة النهار، قناة النادي الأهلي، دور الثمانية لبطولة مدينة الإنتاج الإعلامي للعام الخامس على التوالي تحت رعاية الأستاذ أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي. ركلة حرة لقناة النهار، حاول يستغل الكرات الثابتة، وأدي وقع دوبل حارس المرمى أحمد دوبل، شوف مين نازله، نازل الدكروري، حاول الحارس دوبل يعني بعض لحظات الذكاء من اللاعبين، امتصاص حماس فريق النهار، حاول يهبط الدنيا شوية، أمر مهم جدا اللاعب لازم يكون عنده نوع من أنواع الذكاء في التعامل مع المواقف داخل أرض الملعب. ركلة حرة بهدوء ياخد فيها تعليمات وياخد أنفاسه ويلتقط أنفاسه لاعبي قناة النهار وأيضا قناة النادي الأهلي، ودوبل عسلية رقابة والمان تو مان مع فتحي وشحاتة، وعلى الكورة اللاعب سيكا، هنشوف الركلة الحرة، سيكا يلعب اصطدم بالحائط البشري، عبد المنعم عايز يعدي، عايز يمر، عايز يفوت ولكن الطريق مقفول، يرجع مرة تانية شحاتة بكعب القدم لحمد عبد المنعم، ترجع لحليم، مش هيمسك، مش هيمسك، الضغط عليه، عدت حسام يلعبها بعرض الملعب، المفروض حسام كنت تقطع بالعرض يا حسام، يعني الربط ومودي حابب يحطه في المرمى، لازم يا جماعه ارفع عيني يا مودي. يبدا مره تانية محمد عبد المنعم، منعم اكتر لاعب بيمضي وبيبصم على كل كوره في قناه النهار، اتلعبت بعرض الملعب مره تانية، فتح التصويبه ولكن لخارج الملعب، والله صاحب القميص رقم 18 ده محمد ناصر، محمد ناصر بالقدم اليسرى واحمد دوبل بيهبد الملعب. هل اللقاء يستمر التعادل السلبي هو عنوان اللقاء؟ ونروح لركلات المعاناة الترجيحية، ركلة حرة على قناة النهار، نعيم ركلة حرة، شوف نعيم الركلة الحرة ونعيم على الكورة، حاول يعلق ولا يلعب لعيد ولا هيلعب لمين، يلعبها اتسندت يصوب ويسدد ولكن عمل له بلوك دفاعي. مرة تانية عسلية، مبدأ الأمان، مبدأ السلامة، مش عيب لخارج الملعب، ركلة التماس لقناة النهار. يبدأ مرة تانية ناصر، يرجع لحليم، سيكا، أمر مهم جدا قلت لحضراتكم، لازم حارس المرمى في الكرة الخماسية يجيد اللعبة بكلتا القدمين، يعني دايما في الكرة الخماسية وكرة الصالات حارس المرمى
حاجة مهمة جدا وأمر مهم جدا، لازم يكون عنده إجادة اللعبة بكلتا القدمين. تحتاج حارس مرمى تقدر تقول بلغة الكورة كورتاجي أو حريف، عشان في وقت من الأوقات بتحتاجه بيزود مع اللعيبة، بيبدأ من خلاله الهجمة. هيلعب نعيم، يلعبها طويلة، مودي يسند، غير الفكر في السنوات الأخيرة، وبالتالي طريقة التحضير والبناء في كرة القدم الخماسية اللي كانت بيكون من خلال حارس المرمى أو من خلال آخر لاعب في الملعب بدأنا نشوفها بشكل متطور مع ملاعب الحداشر وكرة القدم. شفنا جوارديولا مع برشلونة والبايرن ودي السحبة الجميلة بنسيكا، لكن ولا أي حاجة يمسك أحمد دوبل. شفنا جوارديولا ومع المان سيتي انه كان من اهم الامور انه جاب حارس مرمى يجيد اللعب بكلتا القدمين علشان من خلاله ببدا الهجمه. نرجع مره ثانيه لاحداث اللقاء. جمعه، يلا يا جمعه جمعه جمعه، سن القدم يا ولد يا جمعه، صافره نهايه احداث شوط اللقاء الاول، شوط اول متكافئ ما بين النهار والاهلي، الاهلي اهدر النهار اهدر، وشوط اول بينتهي بالتعادل السلبي بدون اهداف. أعزائي المشاهدين، أعزائي الحيمة مرة تانية، أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، مرة تانية نلتقي سويا من هنا من ملعب مدينة الإنتاج الإعلامي وشوط اللقاء الثاني من لقاء قناة النادي الأهلي وقناة النهار ضمن فعاليات دور الثمانية لبطولة مدينة الإنتاج الإعلامي، بطولة الخامسة للعام الخامس على التوالي تحت رعاية الأستاذ أسامة هيكل. يا ولد يا ولد يا نعيم، أول تصويبة وأول تسديدة في شوط اللقاء الثاني، هيبقى على يدنا اليمين النادي الأهلي قناة النادي الأهلي، على يدنا الشمال قناة النهار. نعيم شايف تبديل، لأ لاعب رقم 25 في قناة النهار خالد عبد الرحمن حليم، حاول يهد الملعب. لو رحنا لركلات الجزاء وعايز حد من اللجنة المنظمة في حالة انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، هل بنحتكم لركلات الجزاء ولا وقت اضافي؟ هيبقى عندنا زي ما لنا مهندس محمود فتحي مدير النشاط الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، قال لي في حالة انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي هنلعب شوطين، كل شوط مدته 10 دقائق، كل شوط مدته 5 دقائق، ثم نحتكم لركلات الجزاء الترجيحية. هل قناة النادي الأهلي هتوصلنا لركلات الجزاء؟ هل قناة النهار هتوصلنا لركلات الجزاء؟ ده اللي هيجاوب عليه الفريقين في شوط اللقاء الثاني. مرة تانية يبدأ خالد عبد الرحمن بعرض الملعب لسيكا، سيكا عايز يلم، عايز يعدي، صوب، جول 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 جوه، جول، هدف اول لقناه النهار، سرق الجميع وسرق الانظار اللاعب سيكا، وبالقدم اليسرى يضع هدف اول. قناه النهار غيرت نتيجه اللقاء بهدف اول عن طريق اللاعب سيكا خارج الملعب. لاعب سيكا يبدا مره ثانيه، مودي اتلعبت في اتجاه ناصر، ولكن احمد دوبل مودي يشيلها عند لعيمه لكن مقطوعه. حسام جمعه، حسام يلعب لمودي مره ثانيه، عيد، يلا عيد، يصوب ويسدد ولكن لخارج الملعب. هيلعب نعيم، يلعبها، حط يا راجل، لكن عدت، مرت، حط، جول 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 جوه، جول، هدف التعادل لقناة النادي الأهلي. ادي انذار، احرز الهدف اللاعب نعيم، نعيم يضع هدف التعادل لقناة الأهلي، وادي انذار للحارس حليم، مفيش اي حاجة يا حليم، محمد عبد العزيز وكامل قالوا له مفيش اي حاجة. اللاعب نعيم، حليم، يلا يا حليم، عامل ماتش كويس، وادي هنبدا مره تانيه ضربه وركله البدايه، تعادل ايجابي،
هدفين في اقل من دقيقتين ما بين الاهلي والنهر. سيكا للنهر ونعيم لقناة الاهلي. سيكا يلعبها مرة تانية ناصر عايز يعدي صوب ويسدد ولكن لخارج الملعب ركلة المرمى. احمد دوبل يلا يا دوبل يلعبها الطويلة في اتجاه جمعة لكن خالد عبد الرحمن قافل لخارج الملعب. رمية او ركلة التماس. يلعب ركلة التماس جمعة يلعبها ويعلقها يرد مرة تانية محمد عبد المنعم جمعة فش اي حاجة وادي احتسب دينجرس بلاي ركلة حرة لقناة النار بذكاء كده من لاعب قناة النار قدر يتحصل على ركلة حرة. حليم يبدأ مرة تانية محمد عبد المنعم يبدأ ويحضر لسيكا مرة تانية مع محمد حليم عبد الحليم تحت الكرة لعيب النادي الاهلي في حالة فقد الكرة وفي حالة انتقال الهجمة لقناة الاهلي تحول طريقة اللعب لواحد واحد ثلاثة. مرة تانية خالد عبد الرحمن يرجع لحليم حليم حليم يلعبها طويلة مرة تانية ناصر ناصر يا ولد يا ولد يا ناصر لف ودار يلم كورته مرة تانية ناصر مضغوط عليه من نعيم ناصر يلعبها يقطع حسام المرتدة مودي لعيد عيد لف يلعب تمريرة لكن مقفولة مقفولة عيد يضغط مرة تانية مودي خارج الملعب وركلة التماس لقناة الاهلي. شوط تاني افضل بكتير من شوط اللقاء الاول شفنا هدفنا وهدفنا شايفين تخلي عن الحذر الدفاعي من جانب لاعبي الفريقين. يبدا مره تانيه خالد عبد الرحمن عبد الرحمن دور على حد يسند عليه مست محتاج حد يسقط هينزل محمد عبد المنعم لكن يرجع مره تانيه الحليم حاول يسحب واحد او اتنين من لاعبي قناه النادي الاهلي عشان يلعب الطويله ولكن لاعبي النادي الاهلي الرصه بتاعتهم والوقفه بتاعتهم والانتشار ناصر ناصر بيفقد كتير من خطورته في حالة الاستلام وهو ظهره للمرمى ادي ناصر خطورته وهو رايح بوشه للمرمى ناصر ناصر مضغوط عليه محطة يلعبها يسندها وادي التصويبة مرة تانية من سيكا سيكا عايز يكررها للمرة التانية ولكن لخارج الملعب يلعب دوبل عيد يا ولد يا ولد يا ولد جوه جول هدف تاني للنادي الاهلي هدف بماركة امادو فلافيو هدف على طريقة فلافيو اللاعب عيد يخلص القديم والجديد اللاعب عيد يستعيد البريق من جديد وضربة راس ايه يا ابن الجمال والحلاوة في الهدف اللي فات لقناة النادي الاهلي يعني دماغ متركبة على عجل داير من اللاعب عيد ضربة رأس على طريقة أمادو فلافيو هدف بماركة وطابع فلافيو كان متقدم كان متقدم الحارس حليمو تحول اللقاء اتنين قناة الاهلي واحد النهار هيضغط بكل قوة لعيب قناة الاهلي حافظ على الفوز ويقدر ان هو يعزز بهدف ثالث النهار هيزود شوية من الضغط الهجومي بتاعه من اجل احراز هدف التعادل يبدأ سيكا التصويبة الدوبل عبد المنعم يلعبها عيد السلام يا عيد الوسطى والمعلم بتاع قناة الاهلي ولكن اللي خارج الملعب ركلة التماس استعاد بريقه ولمعانه من جديد وادي المرتد ادي اللي بقول لحضراتكم عليه لو تمت اتلعبت عيد لكن يا شهادة سيكا نعيم حسام جمعة يلعبها محمد عبد المنعم يرد التوقع التوقع فتحي فتحي عايز يعدي فتحي يسندها مع ناصر ناصر لكن قافل عليه يا ولد يا نعيم قافل عليه تماما تماما نعيم سلام المرتده السريعه عيد لكن يقطع خالد عبد الرحمن ويرجع لحليم اثنين قناه الاهلي واحد قناه النهار عبد المنعم هيصوب يتعمل عليه بلوك دفاعي حلو الضغط المزدوج اللي عمله قناه النادي الاهلي يبدا مره ثانيه التحضير البناء التمرير نعيم يلا نعيم نعيم
يلعب تمريرة لمودي، مودي يصوب ويسدد، لكن فين؟ بين ايدي الحارس حليم. لقاء اسرع، لقاء امتع، لقاء اجمل، وركلة حرة لقناة الاهلي على اللاعب فتحي. هيلعب قناة الاهلي نعيم. ودي ايهاب السيد مدير اتش ار واقف وبيقود كتيبة ألتراس قناة الاهلي. وادي مرة تانية عيد ممسوك، عدت مرت، ولكن يا ولد يا حليم، يا ولد يا حليم، هاب السيد واقف بيقود كتيبة جماهير قناة الاهلي، واشرف بدوي وهاني توفيق وشادي عبد السلام خالد عبد الرحمن. وقعت، عدت مرت فاتت. يرجع مرة تانية حسام، يبدأ عسلية دور النهاردة اكثر من رائع الولد عسلية. مرة تانية عيد، عيد يا ولد عيد، ولا أي حاجة، ولكن احتسب إيه؟ احتسب ركلة حرة، ركلة حرة على قناة الأهلي لصالح سيكا. ارجع ما تتكلمش. مرة تانية خالد، خالد عايز يمشي، مشي، عايز يعدي، واقف استنى حد يطلع له، مشي، هيصوب، يصوب ويسدد، ولكن دوبل، دوبل النهاردة في شوط اللقاء الثاني يزود على المرمى بواحدة، والتانية اتنين قناة الاهلي واحد. النهار عدت، خالد يصوب يا ولد يا خالد، قعدت صواريخ ارضية خالد عبد الرحمن. وقع دبل، ولكن دكروري بينزل داخل الملعب وبيكلمه محمد عبد العزيز. يلعب طويلة لكن يمسك حليم من الجون للجون، لكن مرة تانية مقطوعة. نعيم، نعيم بيفكر كتير والتفكير مش في محله يا نعيم. تصويبة بدون عنوان، لعبتها طويلة من شحاتة يسندها سهلة في ايد الحارس. دبل، دبل يلعب عند خالد عبد الرحمن، ادى قوة مع نزوله خالد عبد الرحمن لقناة النهار. هيلعب ركلة التماس خالد، يقطع مرة تانية. نعيم يا ولد، يلا يا عيد، يلا يا حاوي، يا السلام يا حاوي، يرجع ويسلم لعسلية. حسام الضغط عليه من محمد عبد المنعم أفضل اللاعبين في قناة النهار مع سيكا. خالد هيصوب، يلعب تمريرة يا ولد، يا السلام عليك يا عسلية. قلت لحضراتكم دور النهاردة من أهم الأدوار في تشكيل وقناة، إن تشكيلة قناة النادي الأهلي عسلية، والدور الدفاعي النهاردة والمهام الدفاعي العسلية. محمد عبد المنعم، منعم يلعبها بعرض الملعب، ناصر مضغوط عليه من عيد، ناصر خارج الملعب، أرامي وركلة التماس، فتحي، عمر فتحي، يرجع مرة تانية لخالد، خالد، خالد عبد الرحمن، خالد عدى، مر فات، مقطوعة، عسلية، أكتر لاعب بيستخلص كرات النهاردة عسلية، مرة تانية التصويبة بدون عنوان، بدون عنوان وخارج الملعب ركنية، احتسبها ركنية، ركنية للنهار، شمس النادي الأهلي وشمس قناة النادي الأهلي تسطع ويختفي ضوء النهار في هذا اللقاء حتى الآن. هيلعب مرة تانية التصويبة، ولكن خارج الملعب. هيلعب أحمد دوبل، يلعبها مرة تانية ناصر، لكن عسلية اللي بقول لحضراتكم عليه وعلى دوره. عسلية أكتر لاعب بيستخلص الكرات، هيلعب خالد، مقطوع مرة تانية. مودي حليم، يشتت حليم، يرد مرة تانية فتحي، ولكن خارج الملعب، وركلة التماس. تعليمات والتوجيهات من محمد دكروري مخرج قناة النادي الأهلي، والتعليمات النهاردة بيتولى القيادة الفنية في غيابة الجنرال أحمد برجاوي. ودكروري النهاردة بيستلم الراية، واقف في المنطقة الفنية، التعليمات والتوجيهات أيضا. قناة النهار تحاول الوصول والمرور
لمرمى الحارس احمد دوبل. خالد يلعبها لكن اتقفلت، عيد يعلقها من جديد ولكن خارج الملعب. محمد عبد المنعم 2-1، وحلو الاداء، حلو الشغل اللي عامله قناه الاهلي، وادي ركله حره لمحمد عبد المنعم. قلت لحضراتكم احد افضل واهم اللاعبين في قناه النهار. سيكا نزل، سيكا مين طلع؟ طلع شحاته ونزل سيكا. هنشوف سيكا ومحمد ناصر القدم اليسرى على سيكا. سيكا يلعبها لناصر، ناصر يصوب لكن ادي البلوكات، ادي البلوك الدفاعي من اللاعب حسام جمعه. هيلعب ناصر، عدى الضغط عليه من حسام جمعه. ان شاء الله النهارده ايضا حسام جمعه واحد من اللعيبه المميزه، لعيبه النهارده في لعيبه بعض اللعيبه دورها ما يبانش للجمهور. اتكلم على عسليه، وادي التصويبه مع ونعيم ومودي مع حسام جمعه والقسطى والمعلم عيد. مودي استلم، مودي يلعب عند عيد خارج الملعب وركله التماس. وادي اداله انذار، انذار للاعب عيد. خالد عبد الرحمن يبدا مره ثانيه. محمد عبد المنعم، منعم، منعم عدى مره فات ولكن يا سلام ركله حره لقناه النهار. لكن حلو شوف البلوكات الدفاعيه اللي بيعملها لاعبي قناه الاهلي، لاعب بيعدي من واحد بيلاقي الثاني بيلاقي الثالث، بتعمل له بلوكات دفاعيه على طريق لاعبي الهاند بول. هيلعب سيكا، سيكا يصوب ويسدد ولكن خارج الملعب. ركنيه لقناه النار رايه وصافره من محمد عبد العزيز وكامل، حسن كامل المساعد الثاني. الرتانيه المرتده، عيد يرجع من جديد ولكن ركنيه لقناه النهار. شمس الاهلي تسطع ويختفي ضوء النهار حتى الان. يرجع مره تانيه يصوب ويسدد لكن مقطوعه. هيلعب محمد عبد المنعم، خالد عبد الرحمن يلعبها، وادي تصويبه وصافره النهايه لاحداث الشوط الثاني واللقاء. يطلقها محمد عبد العزيز بفوز قناه الاهلي على قناه النهار وصعود قناه النادي الاهلي لدور قبل النهائي، دور الاربعه سيمي فاينل قناه النادي الاهلي الى الدور قبل النهائي. مبروك لقناه الاهلي، هارد لك لقناه النهار، ادوا لقاء محترم النهارده فريق قناه النهار. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، شهيد ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي على تلك المشاهد وهذه الصور، احتفالات وفرحه لاعبي قناه النادي الاهلي. اترككم مع وعد بلقاء في لقاءات قادمه. خالص وارق تحياتي معلقكم الرياضي فاروق صلاح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.